السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم خير ان شاء الله. كما كتشوفوا فيديو جديد، كنت نشارك معكم الرحلة مع الاصدقاء من نواحي خنيفرة. هذه دابا الدخلة ديال خنيفرة، كنا مشينا بكري وان شاء الله غنفطروا في اكلمام، وان شاء الله غنشارك معكم الجزء الاول حيت راه مشينا لشحال من بلاصة. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم، وتابعونا عندي فلاشين باش يوصلكم كل جديد. بالنسبه لخنيفره، عندنا واحد خنيفره فيها ما يتشاف، بالنسبه للطبيعه والجبال والبحيرات والعيون، عيون مربيع وويوان، في بزاف ديال البلايص زوينين، والواحد يبدل شويه الجو غير الروتين في هذا الوقت، واخا في البرد حيت في الصيف كيكون الجو تما احسن. المهم نخليكم مع الفيديو تكتشفوا. Oh,
بالك.